طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين قناة المكلة المحلية، نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تربوية وصحية وإنشائية، وغير بوزير والشهر تدشين توزيع حاويات النظافة في مدينة المكلا. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات الغذائية على المناطق النائية غرب حضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي في العاصمة الإماراتية أبوظبي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، وبحث اللقاء سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الانتقالي بما يعزز من فرص السلام وتنفيذ اتفاق الرياض، حيث أكد السفير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بكافة الملفات ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالأمن وحماية خطوط الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب وتعزيز المنظومة الأمنية. من جانبه أكد الرئيس الزبيدي على أهمية الدور الأمريكي في بلادنا، داعيا واشنطن إلى دعم المنظومة الأمنية لتطوير قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، ووضع حجر الأساس ل14 مشروعا تربويا وتعليميا في مديريتي الشحر وغلبة وزير، حيث افتتح المحافظ بمديرية الشحر مشاريع إعادة تأهيل إدارة التربية والتعليم ومدارس النوبان وعمر بن العاص والمحضار وحبليل والخنسة، وافتتاح معمل الحاسوب بالمدرسة. ووضع المحافظ حجر الأساس لاستكمال روضة أطفال بالشقق واستكمال روضة أطفال المنصورة وروضة أطفال بالمنطقة الشرقية، كما افتتح المحافظ بمديرية غيلبة وزير مشاريع إعادة تأهيل مدرسة الطليعة بالشحير ومدرسة الملاحي للبنات والبنين ومدرسة 14 من أكتوبر، وافتتح المختبر العلمي وقاعة الحاسوب بثانويات البنات بالغيل، مطلعا على سير الدراسة في هذه المدارس. وفي القطاع الصحي، افتتح محافظ حضرموت مشاريع صحية بمديريتي الشحر وغلبة وزير، حيث افتتح المحافظ مشروع وحدة غسيل أمراض الكلى بمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام المنفذ من مشروع الأشغال العامة والمقدم منحة من سلطنة عمان الشقيقة، ويقدم خدمات متكاملة مجانية لمرضى الكلى، ويحتوي المركز على أجهزة حديثة ومتطورة في مجال غسيل الكلى، ويسهم في توفير احتياجاته عددا من رجال الخير. وفي مديرية غيلبة وزير، افتتح المحافظ مركز الطوارئ التوليدية والوليدية لرعاية الأطفال والحوامل والعمليات الجراحية بمستشفى غيلبة وزير بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. أما في قطاع الطرقات، وضع محافظ حضرموت في مديريتي الشحر وغيلبة وزير حجر الأساس وتفقد عددا من المشاريع، حيث وضع المحافظ حجر الأساس لسفلتة 15 كيلومتر من شوارع مدينة الشحر وتحسين ورصف وتشجير المدخل الغربي للمدينة. ووجه المحافظ بإعداد دراسة فنية لاعتماد إقامة كورنيش على ساحل المدينة واعتماد مشاريع سفلتة أخرى للشوارع في مدينتي الشحر والحامي. وفي مديرية غيلبة وزير، تفقد المحافظ سير العمل في سفلة الطريق النقع العيون، مؤكدا على ضرورة استكمال المشروع وفق المواصفات الفنية وإنجازه خلال الأشهر الأولى من العام القادم. قام رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان بزيارة تفقدية لمعسكر لواء برشيد. وخلال الزيارة، تفقد العميد عويضان مواقع نقاط التفتيش التابعة للواء، وأكد المرابطين منهم في الثغور والخطوط الأمامية، شاكرا لهم ثباتهم وصمودهم والروح الوطنية التي يتمتعون بها. وكما التقى العميد عويضان بالوفد الأممي لمكافحة الألغام، مثمنا الدور الذي يقومون به في رفع الحقائق ومكافحة الألغام حفاظا على سلامة الإنسان والبيئة بشكل عام.
زار الخبير الدولي ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة المتفجرات والتعامل مع الألغام بمنظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة الشعب الهندسية لمكافحة الألغام بساحل حضرموت. وخلال الزيارة اطلع الخبير الدولي على سير عمل الفريق الهندسي ومراقبة الجودة وكيفية التعامل مع المتفجرات والعبوات حسب المعايير الدولية والمواصفات الأممية، كما اطلع على العمل في حقول الألغام مع اتخاذ معايير الأمن والسلامة وكيفية التخلص منها بميدان التفجير. ولرفع مستوى تحسين النظافة دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت عملية توزيع حاويات النظافة في مدينة المكلا. طاقم قناة المكلا رصد لمشاهديه التقرير التالي فلنتابع. تماشيا مع سلسلة الإجراءات الرامية لتحسين وضع النظافة في المكلا، دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت توزيع حاويات النظافة لأحياء مدينة المكلا والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبوس، واشتملت على توزيع 450 حاوية نظافة لمدينة المكلا كمرحلة أولى، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق: المنطقة الغربية والشرقية والمنطقة الوسطى. بدأنا أمس تدشين توزيع براميل أو حاويات القمامة اللي هي بسعة متر مكعب لمدينة المكلا، واللي قسمناها إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى. بدأنا بمنطقة الوسطى المكلا الديسين والشرج، بدأوا الشباب من أمس واليوم إن شاء الله بكرة يكملوا المنطقة الوسطى، بعد بنتجه إلى المنطقة الغربية والشرقية. حددنا تقريبا لمدينة المكلا ما يقارب 430 برميل هذا الاحتياج. كاميرا قناة المكلا رصدت عملية توزيع الحاويات في يومها الثاني، لكن كانت المفاجأة أن عمال النظافة لا يرتدون وسائل السلامة كما توضح لكم الصورة، ما قد يعرض حياتهم للخطر. لكن القائمين على صندوق النظافة أكدوا للقناة أن أدوات السلامة سيتم توفيرها للعمال قريبا. البدل جاية، بدل إن شاء الله في معانا بدل جاية الآن للعمال بالعموم، هي في طور يعني في الإنشاء الآن، بدأنا في جزء كبير منها، إن شاء الله على نهاية السنة كلها بتكون موزعة بدل الجزمات، أدوات السلامة الخاصة بالعمال، هذه بالعموم يعني كخطة نحن عاملينها. النظافة إذن مسؤولية الجميع، وعلى الجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لجعل المكلا مدينة بدون قمامة. لقناة المكلا محسن بالبحيث. تسبب حريق شب في أحد المنازل بمنطقة تعقل باغريب بمدينة الشحر في وفاة أحد الساكنين بالمنزل من أبناء الشمال. وذكرت مصادر محلية أن التماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق في منزل قديم يسكنه أشخاص من أبناء الشمال بمنطقة عقل باغريب بالشحر، مما أدى إلى وفاة شخص منهم. وأضافت المصادر أن ناقلات مياه التحلية الصحية سارعت في إطفاء الحريق وإنقاذ أسرتين. نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر وقفة تضامنية مع الجهات القضائية لمكافحة الفساد، وشارك في الوقفة العشرات من أبناء الشحر. وتأتي الوقفة استشعارا بروح المسؤولية والخطوات الإيجابية التي قامت بها الجهات القضائية المتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومحكمة الشحر في إحالة عدد من المتهمين بالفساد للمحاكمة. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على المناطق والقرى النائية بمديرية بروم يفع، حيث قدمت الهيئة دفعات جديدة من المساعدات الغذائية تتمثل في توزيع 800 سلة غذائية مستهدفة 4000 فرد من أهالي منطقة غيضة البهيش ومنطقة الحمراء ومنطقة البحث وضواحيها ووادي المحمدين، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية. وتقدمت الأسر المستفيدة بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، معبرين عن سعادتهم باستلام هذه المساعدات الغذائية. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، نشكرهم على هذه الإغاثة الذي قدموها هنا من أجل رفع المعاناة عن
قال قرطغة البويش وادي المحندين والحمراء. الشكر والتقدير والاحترام لدولة الإمارات، ونشكر دولة الإمارات سواء حكومة وشعبا على ما قاموا به من إسداء هذه الهبات والعطايا التي قدموها للمحتاجين وللأسر المحتاجة، فلهم جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يزيدهم من هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويعينهم إن شاء الله على هذا ما قدموه من المعروف، ولن ننسى هذا المعروف بإذن الله عز وجل. ناقش المدير العام لمديرية غيل بنيامين صالح مول الدويلة مع مسؤول العلاقات بشركة مترو مسيلة سليمان الجابري الخطوات الإجرائية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الممولة من شركة مترو مسيلة. وعلى الصعيد ذاته، تسلم مستشفى غيل بنيامين اليوم من شركة مترو مسيلة جهاز تحميض الأشعة الرقمي وملحقاته للمستشفى، كما بدأ العمل مؤخرا في إعادة تأهيل الوحدة الصحية بوادي جرب، فيما سيبدأ العمل خلال الأيام القليلة القادمة في مشاريع إعادة تأهيل مدرسة الحدبة بمنطقة الريدة، وبناء سور مدرسة الفاروق بمنطقة ديلون، وبناء قاعة عامة بمدرسة السيدة عائشة ممولة من شركة مترو مسيلة. شهد ملعب الفقيد برادين بالمكلا عصر اليوم مهرجانا رياضيا وفرائحيا للأطفال تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 نوفمبر. واشتملت فعاليات المهرجان الذي شارك فيه أكثر من 160 طفلا وطفلة ألعابا في كرة القدم والسلة واليد، وألعاب القوى الخاصة بالأطفال، وألعاب ترويحية بإشراف خبراء ومتخصصين في التربية الرياضية والبدنية، ولجنة مشرفة من الكفاءات الرياضية والوطنية. والآن مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. أعزائي المشاهدين، ها قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تربوية وصحية وإنشائية في غيل بوزير والشحر. تدشين توزيع حاويات النظافة في مدينة المكلا. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات الغذائية على المناطق النائية غرب حضرموت. المشاهدين، ها قد انتهينا من نشرتنا لهذا اليوم، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.